الأخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس يفتتح أكبر مزرعة أسماك في الشرق الأوسط ويؤكد ما ترونه مجرد خطوة على الطريق. تفاصيل المشروع العملاق على موقع وزارة الدفاع. نور الشربيني وصرخة الانتصار. وإليكم تفاصيل النشرة. أقول لكل المصريين ما ترونه الآن وما سترونه قريبا مجرد خطوة على الطريق، هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، حيث افتتح المرحلة الأولى من مزرعة بركة غليون والتي تعد أكبر مشروع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، وتم تشييدها بسواعد أبناء قواتنا المسلحة في زمن قياسي. كما افتتح الرئيس عددا من المشروعات التنموية بعدد من محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس قائلا: أمامنا مشوار طويل وتأخرنا كثيرا، ونحتاج للتحرك فورا بمعدل سريع بوعي وهمة وإخلاص وأمانة. بس أنا هفكركم بأن اللي بيتعمل فيه حاجات متكاملة مع بعضها البعض، مش على قد المزرعة دي فقط. ليه بقى؟ يعني احنا كنا واحنا موجودين بنفتتح السنة اللي فاتت في هيئة قناة السويس، افتتحنا اكتر من 1000 حوض على الضفة الشرقية لقناة السويس، احواض سمك زي كده. وقلت لكم ان احنا المرحلة التانية لهذه المنطقة هتبقى نستكمل 4000 حوض. انا عايز اقول لكم ان احنا في ديسمبر القادم ان شاء الله هنفتتح هذه الاحواض، ويبقى بالتالي في شرق بورسعيد او شرق قناة السويس على الضفة الشرقية للقناة حنكون خلصنا 4000 حوض إضافي للي احنا بنتكلم عليه ده. ومن جانبه قال اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إن مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون يعمل على توفير الأسماك بالكميات المناسبة للشعب المصري وخاصة لمحدودي الدخل منهم، والاستفادة مما تتمتع به مصر من سواحل وظروف مناخية ملائمة، وتعظيم العائد من الإنتاج باستخدام أحدث الطرق العلمية مع تنفيذ العمليات التصنيعية وإتاحة العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات. وبلغت تكلفة المشروع 1,700,000,000 جنيه، حيث تمت إقامة 3 محطات عملاقة بالمشروع، منها محطتان لتزويد الأحواض السمكية بالمياه العذبة والمالحة ومحطة لصرف المياه. هذا ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديوهات وثائقية لمشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، وهو الحلم المصري الذي يتحقق بسواعد مصرية وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تقام المزرعة على مساحة 4,100 فدان، وتضم مفرخ أسماك وجمبري على مساحة 17 فدانا بطاقة 20,000,000 أسبوعية أسماك بحرية ومليار يرقة جمبري، ومزرعة لإنتاج الأسماك البحرية بإجمالية 453 حوض تربية و155 حوض تحضين بطاقة إنتاجية تبلغ 3,000 طن أسماك للدورة الواحدة. كما يضم المشروع مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي ومعمل صحة وأمراض الأسماك ومعمل تركيب وجودة الأعلاف. قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي الجزئية تجديد حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية وستة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح وكشف التحريات عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وأفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات ما أضر بالمال العام بحوالي 10,000,000 جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة. احتجاج سعودي، فقد استدعت المملكة سفيرها لدى ألمانيا لتشاور بعد تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل خلال اجتماعه بنظيره اللبناني، أكد فيها أن تصرفات السعودية في الأزمة اللبنانية غير معتادة، كما أن موقفها في اليمن لا يساعد على الاستقرار. كما سلمت سفير ألمانيا لدى الرياض مذكرة احتجاج على تصريحات جابرييل، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة،
وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة. صرخة الانتصار. فقد نشرت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام بعد فرحتها بالتأهل إلى الدور النهائي لبطولة هونغ كونغ للسكواش بعد تغلبها على الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة قوية عنوانها القوة والإثارة. وتعد نور أول المصريين الصاعدين إلى الدور النهائي، وتبقى مباراة محمد الشربجي المصنف الثالث عالمياً مع شقيقه الأصغر مروان. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.